في 2011 بقيت سارح مع الغنم حسب طبيعة شغلنا. يعني احنا شغلنا مزارعين وغنم ونصرح في جبال، وزي ما انت عارف هاي منطقة عسكرية، كلها منطقة عسكرية، في ألغام جديدة وألغام قديمة وألغام ما بتعرف عن رأسها من ساسها شو هي. يوم كان في رمضان كنا على عين الشق، تيجي شمال المعسكر المالحة، ففي عين اسمها عين الشق. للصدفة أنا وبقيت عن هيك مرتع، وأنا وبراعي في الغنم، أنا وجار إنا أبو سلام من العيل يعني، والله لقيت إصبع هيك صغير يعني قد السكارة أصغر شوي زي هيك مع مسدود في رأس خيط. والله أنا ما يعني صغير يعني أصغر من السكارة نفسها يعني لا بتأخذ العين فيه ولا بتعطي. المهم علمك إيش، لا شغل ولا عمل، المهم إننا نبلش. ومن هناك ولعنا الخيط اللي معي قداحة، ولعت الخيط والله. ومن هناك شوي بولع الخيط واطفى، أنا في عيني إنه أطفى ما بعرفش اللي هو كان مولع. والله شكلها لما وصلت الحديدة هذه صغيرة لهالقد يمه شيء، كنت لقطها في يدي اليمين يمه هي فوق. لما فقعت يم قطعت أصابعي الأربعة، وصار طبعا صوبات بس خفيفة يعني ما اخترقتش جوا، بس أكثر إشي يعني كنت لا ضغط عليه بيدي أنا مش، وصار هان برضو هذا يعني صارت فيه ضربة بس ما انقطعش يعني. والله ما هناك قاعد معي أبو سلام هو جارنا هذا، فش يعني في المنطقة صح فش، ومن هناك على رأس شورة لفها على يدي بدو وقف الدم يا زلمة، يعني دم والدنيا نار الدم فاير. ومن هناك لفين على الرعيان، واحد معه تلفون اللي فش في كرت اللي فش في كهرباء المك رعيان. ومن هناك لفينا ورجعوا له واتصلنا على قرابة أن أخوي محمد وقرابة إلي عايد اسمه، ولقونا على الشارع طبعا عقب مسافة يمكن 40 دقيقة المشي، والشورة يعني ملفوفة مسافة 40 دقيقة حتى لقينا السيارة. وبعدها جينا على الجيش ركبونا في السيارة ولفينا على المعسكر، قلنا لهم هيك كان نهارها جمعة، وبتعرف الجمعة عندهم عطلة وبلش، وما فيش لا دكتور في المعسكر ولا فيش في ممرضين شكلهم أبصر شو، لفوا لي عليها. طبعا كان من جمعتنا معهم خبر اتصلوا على الأمبولانس الفلسطيني، هم اليهود أجوا لفوا لي عليها هيك بس توقيف دم يعني طوارئ بس هيك، ومن هناك جاء أمبولانس وعرف يدي. وأنا سويت عمليتين، عملية أول عملية سويتها وطلعت بعد فترة اللي هي زابطة عظام بينا يعني بقيت أشوف، وبرضو رجعت وسويت عملية ثانية والحمد لله. أما في قنابل في البطنان إن شاء صار حريق ودهم يركضوا والناس يطفوا عن الرعي عن السور من النار. العام ضربت ابن الزلمة هذا في رأسه هنيان قنبلة، ابني كمان صاحت لقنبلة كمان مزعت دينا منها. كل يوم هالحين هذيك النهار قعدوا من الصبح للمغرب وهم يثوروا هندزة هيك ورا الجيش اللي القنبلة اللي لقوها يفجروها، قعدوا للمغرب وهم يفجروا. الجيش بترك مخلفات الجيش، بيجي ناس يعني مارق إما بيزيها عن طريقه أو بتكون نار مشتعلة في الجبل نفسه تفقع فيه، وصارت حالات وفاة وصارت إصاباتها، في حالة وفاة في المالح وحالتين إصابة.